والارهاب ورانا ورانا، او يعني بيحاول يحسسنا دايما ان يعني إن انا موجود مهما حصل من انتصارات او يعني احباطات ليهم في سيناء، فهو بيحاول يرفع معنوياته او يرفع معنويات مؤيدي اللي عايشين وسطنا. وخلينا نعترف ان في ناس عايشه وسطنا مؤيده لهذا الاتجاه او يعني حتى بقلبها. النهارده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحمود شفيق الانتحاري اللي فجر الكنيسه البطرسيه وهو بيعمل وصيته. طبعا مسمينه لازم يديك اسم كده، ابو القعقاع، ابو اللي مش عارف التميمي، اللي مش عارف ايه، هو الراجل مسمي نفسه ابو عبد الله المصري. اتكلم في الفيديو ده على مجموعه من النقط يعني كانت في غايه الاهميه، عايزين نستعرضها مع بعض عشان ما يعديش برضه مرور الكرام. يعني كانت دايما امريكا زمان لما كان بن لادن يبث ايام الارهاب الجميل، زمن الارهاب الجميل زي ما بنقول، لما كان بن لادن يبث فيديو معين كان لازم المخابرات الامريكيه والاعلام يحللوه. فلو هنحلل بنفس اللهجه دي هنلاقي ان هم اول مره يستخدموا مصطلح تنظيم الدوله الاسلاميه في مصر، مفيش ولايه سيناء. هو عايز يقول لك انا موجود في مصر كلها، مش انا في سيناء بتضرب ضرب مبرح بقالي سنتين ثلاثه، لا ده انا عادي ماشي في مصر. عايز يبعت رسائل تانية للمسيحيين ان في استهداف تاني او موجة جديدة بعد موجة التسعينات بتاعت حرائق نوادي الفيديو والتجار الذهب والكلام ده، عايز يثير الفزع تاني جوه مصر، يقول للمسيحيين لا ده انتوا مش عارف ايه ومشركين وهقاتل. في رسائل جديدة بيحاول يوصلها، عايز اعرف وصلت ازاي مثلا، يعني وصلت معاك ازاي خير الرسائل نفسها؟ هي اول حاجه خلينا نوجه تحيه للدوله المصريه والامن المصري، لان النهارده تاكد بشكل يعني قاطع بان سواء بقى ابو عبد الله او الارهاب اللي فجر الكنيسه واللي رئيس الجمهوريه اعلن اسمه هو فعلا ده، ولانه طبعا كانت شخصيه اتفتتت بحكم التفجير يعني، فالنهارده داعش متاكد ده. يبقى التحيه للامن المصري اللي نجح في 24 ساعه. طب والخبراء بتوع الدي ان ايه واللي كانوا في الاول بيقول لك لا ده محمود شفيق كان عنده بص قص على الشمال، لما بنحيي الدوله بنحييها عن حق وللامن المصري والجهد الجبار اللي اتعمل. فده يعني انا بالنسبه لي انا هنا بطمئن يا احمد كمواطن، لا ان انا عندي امن يستطيع ان يصل بسرعه جديده الكلام. جزء بقى الفيديوهات او كلام ده وانها بتترك اثر، يعني هو قصده يعمل خلخله نفسيه ويهز المجتمع، بس اعتقد ان هو تقدير الشخص مش هيقدر يحقق ده. هو في لعبه يعني، ولاحظ بقى التكتيك، يعني هو دائما في تكتيك دائما من جانب الجماعات الارهاب انه بينتظر توقيتات محدده، ما بيعلنش فورا، بينتظر توقيتات محدده عشان يعيد التسكير، ينشط الفكره. ديت لعبه كبيره جدا يا احمد، لعبه كبيره جدا، ان هو يستنى شوف من امتى حادث تفجير الكنيسه البطرسيه ويجي يستنى عشان يقعد، وهتلاقي بيقسمها. تخيل انه شخص بتكتيك او جهه او جماعه بالتكتيك على فكرة إثارة الفزع أو حتى التقسيم بتاع المجتمع بهذا التكتيك الشديد. كل فترة هيبثلك جزء، كل فترة هيبثلك معلومة عشان يعيد إحياء الفكرة ويثير الفزع. طب تفتكر، أنا معلش قبل ما نطلع من دي، الراجل ده الناس اللي دافعوا عنه قال لك ده كان في مظاهرات الإخوان في 2014 واتمسك، والنهارده ثبت إنه هو، إمتى هنقدر نقول ان الاخوان خلاص اهي منظمه ارهابيه؟ الناس اللي لسه عالميا وداخليا الاخوان غلابه، دول طيبين، دول مش بتوع مشاكل، امتى هيعترفوا تماما اهو ان هذا الرجل احد رجال رجال الاخوان، واهو والجثه اهي والبصمات اهي والدي ان ايه اهي، امتى؟ هي مشكله كبيره جدا. انت دلوقتي واقع في يعني في حاله استقطاب وحاله ازمه حقيقيه داخل المجتمع، وطول الوقت انت سامع اصوات متداخله. انا بعتقد دائما انه اي شيء بعد ان يهدأ الغبار هتبتدي كل الصوره تتضح. انا ما اقدرش احكم على حاجات كتير جدا في اوقات الحروب، اوقات الازمات، او اوقات الكوارث، لكن انه كل غبار، كل واحد يقول لك بيدافع عن طرف اللي بايده بعمى، وانا احيانا بشوف هذا العمى اللي هو يعني عمى بصيره طبعا، عمى انه يشوف الحقيقه من كل الاطراف، شايفه ان هي صح وبتحتك الحقيقه، مع ان الحقيقه نفسها ما ينفعش الواحد يحتكرها. طبعا. دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم الفني، حياه احمد سالم اكتر من مره، ننتظر منه الكثير، ولكن كان ليه تصريح صادم من كام يوم ان التعليم سلعه، وده طبعا كان تصريح صادم، بس النهارده بيفاجئنا بحاجه تاني. وزاره التربيه والتعليم بعد التعميم على كل المدارس، قال ايه؟ تشترط حضور الطلاب 85% لدخول امتحانات الثانويه العامه. معقوله انت جاي لي النهارده في فبراير وتقرر ده؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، مين قال لك ان اولادنا اساسا بيحضروا المدارس؟
انت ما جربتش الوزير اللي كان قبلك اللي فكر يعمل 10% للحضور السبع درجات وجرى الغائه، وبعدين هو انت جاي هتعمل لي هنا تبدا بقى في الشو الجماهيري؟ ما انت عارف القرار ده مش هيتنفذ، بتطلعه ليه؟ يعني انا منتظر منك حاجات تاني خالص، مش منتظر منك الكلام اللي كان بيكرره وزراء التربيه والتعليم السابقين. بالظبط، هو مشكله يعني انت عندك انه لازم نستفيد من الدروس. احنا استبشرنا خيرا وما زلنا بالدكتور طارق شوقي، لكن مهم جدا ان يكون عنده خطه وتكتيك مهم وواضح ومحدد خلال الفتره المقبله لاصلاح المنظومه التعليميه، مش بقول اصلاح التعليم، المنظومه التعليميه من طلاب ومدارس ومدرسين وكل ومناهج وكل الاطراف المعنيه في القصه بس دي. بس يا جماعه اختلف معاكم، ما هو الراجل عايز يشوف شغله. انا النهارده لازم ارجع المدرسه هيبتها، ما ينفعش ثانويه عامه يبقى المدرس، ما انت هي البيضه الاول ولا الفرخه، وانت هتبطل يقول الدروس يقول ده يا احمد من اول سنه الجايه، انا جاي لك اهو، انت هتبطل الدروس الخصوصيه الاول ولا هتوقع الولد في الفصل يدرس ويتعلم بعد كده يبطل الدروس الخصوصيه، انهي الاول؟ لحظه بس، يقول ده ابتداء من العام الدراسي القادم، انت جاي لي على فكره هو الراجل بيدافع عن الصح مش عن الغلط، هو الاصل في الموضوع ان الطالب يروح المدرسه يحضر ولا العكس؟ الاصل ايه؟ طب هي المدرسه مؤهله بقى لحضور كل الطلاب؟ ده موضوع ثاني بقى بعد كده، هو مفيش كراسي بقى للطلبه بتوع الثانويه العامه، وان الفصول بتقعد مدارس ثانويه العامه الفصول دي واولادنا في اولى ثانوي وثانيه ثانوي بيروحوا. انا قصدي بس لحظه، في 20 فبراير انت بتطلع القرار ده؟ يعني على فكره انا اعتقد ان القرار ده قديم، ان هو اصلا في نسبه حضور عاليه في الثانويه العامه، بس هو يمكن بياكد عليه، يمكن الله اعلم ان هو بياكد قرار قديم، لكن هو في نسبه حضور معروفه للثانويه العامه ويريت ولا يتم تفعيلها. لا بيتم لا بقى يعني الوزير الهلالي كان اتفصل علشان الحضور، مش اتفصل بس هو الوزير اللي مش هو ما بيفصلش، هو بيحاول منازل تقريبا. نعم. عندنا اخبار تاني ايه النهارده؟ احنا عندنا خبر غريب شويه، انا قريت العنوان قلت يمكن يا واد انت لسه ما اصطبحتش ما اتغدتش. لما دخلت في الموضوع طلع فعلا وزير الصحه يعلن انه اكتشف 8 مليار مرصوده للمستشفيات، وبيقول سنفتتح مستشفى جديد كل اسبوع. مش عارف ليه وزير الصحه بيفكرني ايام عارف الامتحانات لما كنت تلاقي ايه الوقت ازف تقول ده انا كل يوم هخلص ماده، طب ما انت السنه كلها سايب المذاكره. لا ده في مفارقه يا احمد، ماده كل يوم. ان وزير الصحه ده مش وزير صحه جديد يا ياسر، احمد ده وزير الصحه جديد له. صحيح، فانا متوقع ان ده يبقى تصريح وزير جديد انه هو اكتشف. انا بقول لك اهو، ما كنت بتعمل طول السنه، امال انت بتعمل ايه اللي فات؟ يعني هو وزير الصحة دكتور أحمد عماد، الحقيقة فكرة الاكتشاف دي تنفع في البترول، تنفع في أبار المياه، ما تنفعش في رصيد ب 8 مليار سعادة الوزير. 8 مليار عندنا أخبار يا ياسر. طيب احنا طبعا ضروري نفتكر انه بكره في اهتمام على الاقل رياضي وعالمي بانه النجم الارجنتيني الدولي واللاعب الاشهر عالميا ليونيل ميسي هيكون في القاهرة حسب الشركة والجهات الراعية له. طبعا في نشاط ليس رياضيا فقط جاي فيه ليونيل ميسي، وإنما للمساهمة في دعم حملة ضخمة كبيرة بالنسبة للعلاج من التهاب الكبد الوبائي فيروس سي، وكمان للترويج لمصر في المرحلة ديت، في محاولة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد من خلال زيارة ميسي لمصر. صحفيا عايز اقول لك ان عدد الحضور غدا هيكون 600 شخصية من مختلف وجهاء المجتمع، شخصيات بارزة جدا جدا هتحضر بكرة، طبعا اجراءات امنية شديدة التكثيف. هنحاول بكرة ننقل لكم جزء من تفاصيل ما سيجري داخل الاهم من كل ده ان انا بشكو السادة المشاهدين، زميلي العزيز محمد علي خير معزوم عند ميسي بكرة على العشاء، وبرضه مصمم يورطني في عشاء تاني بالليل، يعني انت ربنا كرمك مع ميسي وقعد مع البهوات. ما انا هاجي جري علشان البرنامج خلاص بقى جبرت الساعة 10 جبرت خلاص. بس عايز اقول لك احمد لان احنا اتفقنا انا وياسر عليه وقررت الم له قرايبي في الشرقية وجاي له بميكروباصات، هو في اسكندرانيه كرمه ولا فنجريت بوك اختبار، هو ميكروباص مدينه الانتاج ويلف على القنوات. اركب 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 فنجريت بوك. بس احمد اثبت انه هيكون قدها وقدود، وبعد يجيب المدد من اسكندريه خلاص بيقولوا لنا لازم نطلع فاصل فاصل، وبعد الفاصل مباشره السيد الاستاذ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه، وسؤال الفقرة والحلقة لي هي الأسعار هتنزل امتى؟
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ويطلق عليه الكثيرون شهبندر تجار مصر. تخرج الوكيل في كلية التجارة قسم المحاسبة جامعة الإسكندرية عام 71 وعمل بالتجارة لسنوات طويلة قبل أن يشغل منصب نائب أول لرئيس اتحاد الغرف الإفريقية واتحاد الغرف العربية والغرف الإسلامية. ويرى الوكيل أن مصر تسابق الزمان في خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار بحزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة وإصلاحات هيكلية واقتصادية وحوافز واضحة وشفافة. كما يتوقع انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة نحو 20% مع استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه.